مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية. طبعا كلنا حزن وألم لما حدث في ليبيا وفي المغرب الشقيق. ان شاء الله غمة وتزول، وكل تعازي لأهالينا وناسنا في ليبيا والمغرب الشقيق. خلينا نبتدي حلقتنا النهاردة. في جزئين من هذه الحلقة، والحقيقة الاثنين شباب واعد رائع، أكثر من رائع كمان. سعيدة جدا بوجودي معهم، وسعيدة أنهم هيكون فيها طاقة إيجابية في وسط هذا الزخم من الأحداث المؤسفة في ليبيا وفي المغرب. لكن الحقيقة وتظل مصر هي التي تحتضن، والنهاردة كان في مساعدات كثيرة جدا راحت لليبيا من مصر، إخواتنا وأشقائنا الغاليين. والحقيقة الحلقة هتدور في الجزء الثاني عن مهرجان المسرح العربي. تخيلوا مهرجان للمسرح العربي، تخيلوا بقى يكون مدير المهرجان عمره قد ايه، شاب في سنة تالتة جامعة لسه داخل رابعة، والحقيقة قادر يعمل مهرجان اكتر من رائع في الاسكندرية، وحضروا ولسه هيحضروا ناس اكثر من رائعين، وده هيكون الجزء الثاني. اما الجزء الاول فيمكن موضوع انا عن نفسي قتل بحثا، لكن لن نمل ولن نكل ولن نتعب ابدا من ان احنا دائما نقول المياه نقطة مياه تساوي حياة، نقطة مياه هي الحياة. وليه احنا بنقول، كنا بنقول الكلام ده من سنة مثلا 94، وما زلنا بنقوله وبنقوله يعني بشغف اكتر وقوة اكتر. ليه؟ لانه الحياة من غير مياه ولا حاجة. انت كانسان لو جالك جفاف في انك ما شربتش في درجة حرارة بيحصل لك ايه؟ طيب ناس كتير تقعد تقول لك سد النهضة وسد، صدقوني القصة، احنا الفقر المائي بدأ مش مع سد النهضة. سد النهضة هيأثر شويتين، لكن احنا لازم يكون عندنا اجراءات احتياطية، ولازم ناخد بالنا وناخد بالنا بشكل سريع جدا. حول هذا الموضوع هيكون تفاصيل اكتر مع شاب واعد رائع حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان في الاقتصاد والعلوم السياسية، وحاجة رائعة. بيشتغل ايه بقى؟ بيشتغل مدير التوعية في مرفق مياه الاسكندرية. دكتور عبد الله طايل نورتني. الله يبارك فيك. بسعد قوي 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 لما اشوف نماذج شابه رائعه كده. يا رب يخليك كده، شرف لينا يا فندم. اهلا بيك. قولي بقى في البدايه كده، احنا وصلنا لحد الفقر المائي قبل سد النهضه بقد ايه؟ عشان الناس بس فاكره ان هو سد النهضه. والله يا فندم، هو من زي ما حضرتك قلت بالظبط في حوالي 92 او 94 حددت الامم المتحده ان نسبه الحد للفقر المائي ان يكون كل مواطن ليه حوالي 1000 متر مكعب. الألف متر دولت مش استخدام الشرب او مش الاستخدام اللي هو ده، لا، هو احنا استخدمنا في استخدام مباشر وفي استخدام غير مباشر. يعني انا كوبايه الميه دي بتتحسب، وحته اللحمه اللي انا باكلها ديت فيها جزء من الميه، لان الحيوان قبل ما يتربى والمعيشه كل حاجه، الهدوم اللي انا بلبسها طبعاً دي فيها ميه طبعاً، الحزام اللي انا لابسه، كل حاجه انا بستخدمها في حياتي ده داخل فيها جزء من الميه. فالأمم المتحدة استخدمت المياه المباشرة والغير مباشرة لتحديد نسبة الفرد إنها في حدود 1000. إحنا من حوالي 94 وإحنا كان عدد سكان مصر في حدود تقريبا 80 مليون أو حاجة و70 مليون، وإحنا في تزايد متسارع بشكل مش طبيعي. إحنا النهاردة معديين 100 أو 105، وإحنا كنا بنعاني من ده. الدولة شغالة على ده، وشغالة على ده بشكل كبير قوي، خصوصا في خلال الفترة اللي فاتت من مشروعات قومية كبيرة زي تبطين الترع، ده قلل كميات كبيرة جدا جدا من المياه المهدرة. زي بداية الشغل في المحافظات الساحلية ان بدأ ان احنا نشتغل عليها في محطات للتحلية، زي مشروعات كتيرة، زي موضوع ترشيد المياه والحملة القومية اللي احنا شغالين فيها بقالنا اكتر من 8 سنين علشان الناس تبدأ ان هي تعرف قد ايه المياه ديت مهمة. الموضوع من قبل سد النهضة بسنين كتير، الموضوع في استخدامنا. حصة الفرد من المية كام؟ واحنا بنهدر قد ايه من المية؟ بأمانة ربنا، يعني انا يعني عشان اشتغلت معاكم سنوات كتيرة في الترشيد، فعارفة
احنا كنا يعني بنستخدم المية باستخدام خاطئ جدا جدا جدا، وتحديدا في الساحل الشمالي، وتحديدا في تنظيف السيارات، وتحديدا في استخدامنا غير الرشيد في ان احنا كستات نفتح المية ونروح نعمل حاجة ونفتح المية. ما بقيناش نعمل ده دلوقتي ليه؟ زيادة الوعي زادت شوية، بالإضافة ان فاتورة المية بقت بتوجع. والله هو حاجتين، هو فاتورة المياه لحد دلوقتي على فكرة الدولة مدعماها بشكل كبير جدا، لأن حضرتك عارفة إن مستلزمات صناعة المياه وإنتاج المياه طبعا عليت جدا. هي بتيجي مياه عاكرة ثم يتم بقى يعني عندهم محطات فيها كيميائيين وفيها خريجين علوم وفيها مهندسين وفيها نسب كلور، وفي اشتراك مع وزارة الصحة بانها تقول الميه النهارده. عشان كده ما حد بيقول لي ايه، اصل انا جالي تسمم من الميه. اما يجي تسمم من الميه ما يجيش لواحد واحد، يبقى انت عندك خزان فيه مشكله، يبقى انت عندك حاجه. لكن واحد الميه دي بتتوزع على الاسكندريه كلها، يعني ما هياش. والله يا فندم احنا اخر نقطه في نهر النيل، يعني احنا جاي لنا الميه بعد كميه تلوث عارفه لا يمكن الاستخفاف فيها بالظبط، طبعا من كروزات ومن حيوانات نافقه بتترمي ومن مخلفات ومن مخلفات صرف زراعي ومن ومن ومن. واحنا ساعات بيجي لنا شق، يعني الميه ما بتجيش بكميتها الكافيه في موسم من المواسم، بس انا مش متذكره موسم، وقت السده الشتويه. ايوه السده الشتويه ودوت بيحصل. ومع ذلك احنا المحطات بتاعتنا الحمد لله بتظل بكفائتها بالظبط كده، والمحطات كلها داخله في حاجه اسمها جوده التي اس ام، ونسبه الجوده دي بتبقى محطوطه لها معايير الكترونيه، يعني بمجرد لو الميه فيها اي نسبه شوائب او اي نسبه حاجه ضاره هتكون ضاره بجسم الانسان، هي ساعتها هي بتقف اوتوماتيك، يعني مش محتاجه حتى تدخل بشري. ومع ذلك احنا طبعا بيكون في الاهتمام البالغ على مدار ال 24 ساعه. من ناحيه تانية احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بقى لسه متفضله وقايله موضوع السده الشتويه. طيب احنا اخر نقطه هنستغل بقى الميه دي ازاي؟ نسبه ميه الشرب بالنسبه مثلا للزراعه نسبه قليله، لكن انا في الاخر ما انا جانب وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتكم. انا لو انا هستخدم الميه بشكل ما انا هحافظ على الميه دي سواء لاولادي سواء لاحفادي للاجيال اللي جايه، زي ما احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على كل مورد خاص عندي علشان ابنائي، ما هو دوت مورد ربنا مديه لنا ونعمه ربنا مديها لنا، احنا نحافظ عليها ليها طرق كتيره خالص. زي ما حضرتك قلتي كان في الاول ناس اللي بتغسل العربيات وبتغسل الشوارع وكميه دلوقتي مع المحافظه والحي بتقدروا ان انتوا تاخدوا بالكم من هذه المساله وغلقها نهائيا، لانها دي خلاص احنا مش في وقت كده. يعني الموضوع دوت في نقطتين، الحته الاولانيه بالتعاون مع الجهات التنفيذيه، علشان في عندنا ادارات اسمها ادارات المياه الخلسه بتنزل بتشوف اي حد سارق بالظبط كده الميه، مع قرار السيد رئيس الجمهوريه بعدم استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها اللي هو الشرب، محدش بقى يقعد يغسل بيها الشوارع ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم والناس ماشي ربنا هيرزقنا، بس من غير ما انا على فكره نقطه جميع الاديان السماويه حستنا على الحفاظ على المياه جدا. والقران ذكر فيه المياه عدة مرات، فتخيلوا بقى احنا قد ايه لازم نهتم، يعني القرآن الكريم ذكرت المياه كثيرا كثيرا. صحيح. طيب خليني اقول لك بقى ايه اكتر حاجه بتواجههم من صعوبات في مساله التوعيه؟ والله يا فندم هو حته التوعيه وتغيير سلوك البني ادم دوت لازم يبقى من الكيجي من رياض الاطفال. بالظبط كده. هي صعبه شويه، فاحنا بنحاول ان احنا بنشتغل زي ما حضرتك لسه قايله كده، اكتر تارجت عندنا الكيجي والمدارس. بنبدا ان احنا بنشتغلها، بنحط تارجت لينا في كل ترم حوالي 100 مدرسه بنشتغل معاهم، بنشتغل مع كل مدرسه باكتر من شكل، بنقسم المجتمع بتاعنا لشرايح، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل الرساله على حسب الشريحه اللي قدامي. انا بشتغل مع الاطفال العاديه وبشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، بنروح ملاجئ الايتام، بنروح الحضانات للاطفال الصغيرين، بنوصل لهم الرساله بشكل مبسط خالص، مثلا سواء في فيلم كرتون في فيديو حاجه كده بسيطه. بنشتغل مع الناس الكبيره في القوافل السكانيه سواء بالتعاون مع وزاره الصحه او بالتعاون مع الاحياء والمحافظه، القوافل ديت بتكون ضمه كبار وصغيرين،
بنشتغل بنعمل حاجات اسمها حملات طرق ابواب، بنخبط على الناس وبنعرفهم وريني الفاتوره بتاعتك، انت بتشتكي منها عشان هي عاليه، طب تعالى اقول لك هي عاليه ليه، انت الميه بتاعتك ادي استهلاكك اهو، بنكون جايبين بعض القراءات بتاعه الاستهلاك بتاعه من القطاع التجاري من عندنا وبنتكلم معاه، بنلاقي ان هو فعلا ممكن يكون في عنده حيجه غير سليمه، بنعمل له حاجه دكتور اسمها عبد ورشه الله، في تعليم. تقدير جزافي، في شقه تكون مقفوله فيقوم يحط لها تقديرات كده. انتوا دلوقتي اونلاين بتقدر انت تحط تقديرك الشهري زي الكهرباء ولا لسه؟ ده حاجتين، النقطة دي برضه نقطتين، النقطة الأولانية إن دوت بيكون حاجة اسمها استدامة خدمة، ايوه. ده إن حضرتك الشقة فيها بس في أي يوم بتروحي بتفتحي الحنفية بتلاقي مية، زي بالظبط التليفونات، أنا التليفون عندي مش بتكلم منه، لكن أنا كل 3 شهور بدفع حاجة اسمها استدامة خدمة، إن أنا الحرارة موجودة وقت ما أحب أستخدم التليفون. النقطة التانية حتة بقى الأونلاين، إحنا الشركة عملت خدمات مستحدثة، أولاً المنصة الإلكترونية اللي هي www alexwater.com.eg، دي عليها كل الخدمات اللي بيقدمها الفرع بس بشكل مميكن. يعني ايه؟ يعني انا عايز زي ما حضرتك قلتي اسجل القراءه بتاعتي، عايز اقول ان انا شقتي مقفوله، عايز ان انا اتعاقد حتى على عداد جديد، بعمل سكانر للورق بتاعي واقوم جاي رافعه، بيتراجع في المسؤولين الاونلاين، بيراجعوا الورق دوت، بيشوفوا لو الورق سليم تمام، ببدا ان انا احدد ميعاد مع الفرع عشان ما اروحش في وقت وضيع وقت كتير، وبقوم جاي رايح وبخلص الاجراءات بتاعتي في يوم واحد. طيب انا مش عايز اتعامل مع المنصه الالكترونيه وموبايلات وبتاع وجع الدماغ دوت، او انا راجل مسن ومش قادر، او انا ذوي احتياجات خاصه ومش هقدر اروح لحد الفرع. عملنا خدمه تانية اللي اسمها التعاقد المنزلي، حاجه كده عامله زي الدليفري، بنبعت مندوب من هو انتوا الشركه، كنتوا بتعملوا كده في القطع الموفرة؟ القطع الموفرة كانت وعملنا بتوصل، كده في بقيه الخدمات كمان، كانت يعني بتوصل لغاية البيت الحقيقة. بالظبط، وبنركبها، ولو كمان البيت محتاج صيانات بسيطه احنا بنعملها. كنتوا عاملين حاجة جوه الشركة لصيانة الخزانات، لأن الخزانات هي أحد وسائل عدم الترشيد وعدم نظافة المياه. في ناس كتير جدا عقاراتهم بتظل بالسنوات ما ينظفوهاش. في فرق كبير كمان بين تنظيف الخزان وتطهيره، المفروض اللي العمليه ايوه، اللي قول بتتم بقى، قول بقى عشان صحة الناس مهمة. بالظبط كده. معظم الشركات للاسف اللي بتكون شغاله في الموضوع دوت بتعمل حاجه اسمها تنظيف، التنظيف دوت بيتم بحاجات اللي هي ممكن نشتغل بالحاجات بتاعت المواعين اللي هي ايوه، حاجات المنظفات الحديد بتاعتها. بالظبط. والسلك قصدي، تاني حاجه والكلور والمش عارف ايه. نسب الكلور على فكرة اللي بتحط في المية دي ليها نسب انتوا مش بالملي، متخيلينها بالملي، بالملي ولو زادت زي نسبة جرام الذهب الكلور كده، بالظبط، لو زادت نسبة الكلور خطر جدا. شفتوا الدكتور يعني انا بس نفسي الناس اللي بتكتب على الفيسبوك المية مسممة، مش ممكن مش ممكن، مش هتتسمم عندك وعندي لا، ده لا قدر الله لو في حاجة بتيجي على الناس كلها، صح؟ بالظبط كده، وعلشان كده احنا كمان الموضوع عندنا كبرناه شويه، وبقت في اداره اسمها دار تطهير الخزانات، الاداره ديت اللي بيبقوا موجودين فيها ناس مسؤولين عن الموضوع دوت، معظمهم بيكونوا ناس كيميائيين وفاهمين الكلام ده، بيبقى ليهم يونيفورم معين عشان اليونيفورم ده مش بيتاثر بالمواد الكيماويه اللي هو بينظف بيها، ايديه ما تلمس الخزان من جوه، بيكون لابس جلافز بتاعته، الملابس بتاعته كلها بتكون كده، المواد الكيميائية نفسها بتاعة التطهير بتكون مختلفة تماما عن المواد الكيميائية اللي بيستخدمها شركات تنظيف الخزانات. وطالما احنا بنتكلم على صحة الإنسان يبقى خلينا برضو نتطرق لحتة الفلاتر. الفلاتر كانت أصلا لما اتعملت كانت معمولة لدول الخليج علشان هم عندهم تحلية مياه بحر. تحلية المياه البحر بتبقى معظم المحطات في الوقت السابق كان بتبقى بتطلع المياه اكوا اس صالحه بشكل صغير شويه، لان بيبقى فيها نسبه الاملاح والمعادن عاليه، فكانت دي بتضر جسم الانسان، فالفلاتر كانت بتقلل ده. طب احنا عندنا ميه نيل، والمعادن والاملاح دي انا جسمي محتاجها اصلا في البنى بتاعه وفي التغذيه بتاعته، انا لما احط فلتر هيشيل لي الحاجات دي، فيبقى انا جسمي اولا ما استفادش. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان لو احنا افترضنا ان انا حطيت الفلتر ده علشان يقلل لي الميكروبات اللي هي ممكن تكون جايه اصلا من الخزان اللي مش بيتطهر بشكل سليم، طيب انا الميه داخله بعدد مثلا 10 ميكرو دخلت الفلتر، فالفلتر حجزها وطلع لي الميه كويسه خالص، ال 10 ميكرو دول ماتوا،
لا ما ماتوش، هم اتحطوا في مكان في بيئه خصبه للتكاثر. بالظبط. ال10 دول بقوا 1000، الميه بعد كده داخله ب10، عدت على 1000 طلعت لي ب500. فهو الفلتر بعد شويه صغيرين لو انا مش مهتم بيه الاهتمام السليم هيعمل لي مشكله اكبر للصحه. انا بصراحه ضد الفلتر. انا والله ما حطيت يعني فلتر. يعني انا فلتر. ولا انا يعني انا ممكن اشرب ميه من الحنفيه اوكي. بالظبط. لكن ما اقدرش اشرب فلتر بصراحه. يعني حكايه الفلتر دي خدعوك فقالوا يعني. وبيضحكوا. طبعا بيضحكوا على الناس بنقطه كده ويقول لهم ايه هنغير 5 شماعات واربع شماعات وبنغير بقى لا واسف بسبب عدم الوعي او عدم الثقافه. بيضحكوا على بعض المواطنين. بحته ايه؟ هو بيجيب الفلتر ويقوم جاي جايب ميه ويقوم جاي حاطط الحته كده حاجه اسمها ايون بيقوم جاي حاطه. اول ما يحطه تلاقي الميه بقى لونها بني. شايفين انتوا بتشربوا ايه؟ لا هو الموضوع مش كده خالص، هو الموضوع ان هو في حاجه اسمها الايونات وان احنا بناخدوها من واحنا لسه. هقول لك حاجه يا دكتور. عشان انا يعني ليه بقى في الترشيد، انا شفت حد اجنبي عندك في الشركه. وانا يعني ببقى حاسه ان الاجانب خايفين يعني. لقيته عمل حاجه غريبه جدا، لقيته غلى الميه وبيشرب منها كل يوم، حاططها كده في باطل وكل يوم بيشرب منها، لكن ما شفتوش اللي حط فلتر ولا حاجه خالص. ودول ناس يعني بيبقوا يعني حريصين على نفسهم قوي قوي قوي. والله احنا بنشرب من ميه الحنفيه، وحتى الحركه اللي هم بيعملوها دي هي عمليه اكسده، زي ما حضرتك بتقطعي تفاحه او موزه وتسيبها شويه في الهواء، ايه اللي بيحصل لها؟ بالظبط. هي اكسده. الموزه او التفاح فيها حديد، ما الميه فيها حديد. اللي بيحصل ايه؟ تفاعل الاكسجين مع الحديد دوت بيخليها بتسود. فهو دوت اللي بيحصل بالظبط للميه، فالناس بتخاف فتروح تجري تشتري ده. لكن دوت طبعا غير صحي بالمره. دكتور عبد الله سعيده جدا، سعيده بتعاونك ومشاركتك المجتمعيه. دكتور عبد الله طايل ومهندس احمد جابر حقيقه لا يألو جهدا، لسه كنت بكلمه على حاجه كده في قافله قال لي معاكي. ف اللي ما فيهاش لله بتغرق يا جماعه، احنا لازم كلنا التكافل ده ديننا بيؤكد عليه. وعلى فكره التكافل خدمه دفاع اجتماعي انت مش واخد بالك منه. انا بشكرك جدا، نورتني. نموذج شاب لمصري اجتهد وربنا اعطاه ووصل لمكانه كويسه بوعي وبيقول حاجات جميله جدا علميه، ما هياش دجل ولا ده مش هيكون ولا لا. بيقول لك الفواتير زادت لان احنا استهلاكنا زاد، لان تعدادنا زاد، لكن في دعم في دعم. الميه نظيفه اكيد نظيفه، واكبر دليل على كده ان احنا اصحاء. سيبكم من حكايه المياه، مفيش ميه معدنيه بجد في مصر، في ميه مقطره، لكن ميه معدنيه اسعارها لا نقوى عليها نهائيا. تحياتي، بشكرك جدا. وفاصل ونشوف مهرجان المسرح العربي وشاب جميل جدا جدا معنا ومعكم محمد عصمت.